بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب والطالبات الأعزاء، الكلية العربية للعلوم التطبيقية تخصص تمريض، المنتسبين لوثائق علم الأدوية، قبل بعد المحاضرة نزلت تو أسايمنت تعيين 2، في مشكلة في الصفحة، مشكلة في صفحة الطالب، مشكلة في صفحة المحاضر، جاء العمل على اللي هو ترتيب الأمور و خليكم معي مشان احنا حناخذ اخرى على الاقل 3 assignment غير هيك. بتمنى انه انتم الاسامه تحلوها وتجهزوها لحد ما تنحل المشكلات الموجوده، لكن مبدئيا انت حل ونزل على الكلاس روم واحتفظ عندك، احتفظ بالملفات هذه مشان تنزلها في على اللي هو صفحتك وتنزل امامي على الصفحه. تكلمنا عن الأدوية، أخيراً آخر شيء تكلمنا عن السيمباثي ومايوميتيك دراجز، حكينا عن الأدرينالين والدوبامين والديبيوتامين، وحكينا آخر شيء عن إيش البنتولين. اليوم حنتكلم عن البارا سيمباثوليتيك دراجز، بارا سيمباثوليتيك دراجز. إيش معنى بارا سيمباثوليتيك دراجز؟ ايش هي، ايش معنى باراسيمباثوليتيك دراجز؟ اللي هي هذه عباره عن اللي هو الاتروبين. الباراسيمباثوليتيك دراجز عباره عن سبستانس اور اكتيفيتي ذات ديوس ذا اكتيفيتي اوف ذا باراسيمباثوليتيك نيرفس سيستم. هذا بتاثر على ايش؟ بتقلل من عمل الباراسيمباثوليتيك نيرفس سيستم. مش قلنا النيرفس سيستم في سيمباثيتك وفي بارا سيمباثيتك، هذا بتأثر على ايش؟ على البارا سيمباثيتك، بتأثر على اللي هو درجة نشاط وفعالية البارا سيمباثيتك نيرفاس سيستم. طب السيمباث ومايميتك، ايش معنى سيمباث ومايميتك دراجز؟ اللي هو كولونو مايميتك دراجز، هذه سبستانس تستيموليس البارا سيمباثيتك نيرفاس سيستم. ها السيمباثوليتك ريديوس، لكن السيمباث ومايميتك هذه ايش؟ استيموليت، خليك صاحي معي انا، خلي باش تدخل نتكلم عن الاتروبين. جينيريك نيم اوف اتروبين، اتروبين سلفيت، تريد نيم اللي هو الاتروبين، معروف عندك الاتروبين في المستشفى. ايش الدراج كلاس؟ انتي كولينرجيك دراج، انتي كولينرجيك ايش؟ دراج. انتيكولينرجيك باراسيمباثوليتيك، باراسيمباثو ايش؟ ليتيك. يبقى ايش بعمل؟ قلت لك الباراسيمباثوليتيك بتقلل من نشاط وعمل باراسيمباثيك نيرفس سيستم، يبقى انتيكولينرجيك. اما باراسيمباثو مايميتيك كولينرجيك، الباراسيمباثوليتيك انتيكولينرجيك. خليك معاي، الباراسيمباثوليتيك انتيكولينرجيك، دير بالك سؤال امتحان مزاوله. باراسيمباثوليتيك انتي باركنسونيزم اللي هو ضد، تستخدم لعلاج الناس اللي عندهم المرض الرعاش الاختياريه اللي بصير يرجفن، مش عارف يرجفن. انتي باركنسونيزم انتي دوت، له مفعول مضاد. لايش المفعول المضاد؟ تتذكر او بتعرف او بتسأل اللي بكون ميخذ دواء شجر الأورغانوفوسفورس كومباوند، هذا مضاد لعمل الأورغانوفوسفورس كومباوند. دياجنوستيك ايجنت ممكن يلزم في التشخيص للناس اللي بده يعمل فحص قاع العين لانه بوسع بب العين، فبقول له خذ قطة اتروبين او مدرامين، قطة اتروبين او مدرامين مشان توسع قاع العين. indications هاي انا بدي افوت لك ثيرابيوتيك اكشن، اعرف اللي فوق واخلف عليه. indications systemic administration، بنعطى systemic administration اللي هو انتي سيلاجونس، انتي سيلاجونو او سولاجو اللي هو انتي سيلاجونس اللي هو decrease the production of saliva. ايش معنى انتسولاجونس؟
يبقى بيشتغل على الإفرازات أنتي سلاغوس أو سلاغو اللي بأثر على إيش؟ على الإفرازات، بأثر على الإفرازات أنتي سلاغو سلاغو اللي هو decrease the production of saliva، بقلل من إفراز الصلايفة. بلاش تدخل وتلوخ حالك أنتي سلاغو سلاغو اللي بقلل إفراز الصلايفة decrease the secretion of the production of saliva for para how pre anesthetic medication to prevent or reduce respiratory tract secretion. يبقى بقلل من الافرازات الجهاز التنفسي واللعاب. ليش انا بدي اقلل من الجهاز التنفسي واللعاب؟ لانه بنت لازم قبل البنج الكامل مشان نقلل من افرازات الصلايفة والجهاز الجهاز التنفسي مشان ما يصيرش اسبيريشن، لما تشردقش وتنزل هذا في الجهاز التنفسي يصير عنده اسبيريشن نمونيا، ويصير عنده اللي هو اوبستركشن في الايروي. يبقى بنعطى المريض قبل العمليه ليش؟ ديكريز سالايفيشن اند ريسبيرتوري تراك سكريشن. قلنا برضه من الانديكيشن تريتمنت اوف باركنسونيزم ريليفز ترومر اند ريجيتي، بقلل من الرعشات والتيبس في ايش؟ في الاطراف في الاصابع. ريستوريشن اوف كاردياك ريت، بحافظ على الكارديك ريت اللي هو النبض والانت ارتيريال بريشر والضغط الشرياني ديورينج انستيزيا، بحافظ على الكارديك ريت الهارت ريت والارتيريال بريشر الضغط الشرياني خلال الانستيزيا. وان فيجل ستيميليشن برودوس باي انترا ابدومينال تراكشن كوز ديكريز ان بلس. ليش؟ لانه لما يعمل العمليه ما مرض يعمل العمليه ويفتحوا بطنه ويقعد يمسخ بالمصارين بزيد الاستيميشن للفيغاس نيرف. طيب ايش اللي بيشتغل الفيغاس نيرف وبيعمل له ديديوس للاستيميليشن؟ ايش بيقلل من نشاط الفيغاس نيرف؟ اللي هو العصب الحائر اللي هو الاتروبين. يبقى بنعطي للناس اللي بيعمل عمليه اللي خلال البنج. ليش؟ لانه بحافظ على الكاردياك ريت، بحافظ على الارتيريال بريشر ديورينج انستيزيا. تمام، لانه الفيغاس نيرف استيميليتد باي انترا ابدومينال تراكشن اللي هو المصارين والمعده، هذا ايش؟ بزيد نشاط الفيغاس نيرف. ايش اللي بقلل من نشاط الفيغاس نيرف؟ اللي هو ايش؟ الاتروبين. يبقى الاتروبين بتلزم قبل العمليه مشان يقلل السلايفيشن والريسبيرتوري سكريشن، وبلزم خلال العمليه مشان يحافظ على الكاردياك ريت ومشان يحافظ على الارتيريال بريشر، وقلل من شغل اللي هو الفيغاس نيرف. نستكمل indications relief of bradycardia and syncope due to hyperactive carotid sinus reflex. بقلل من البراديكارديا ومن السنكوب الإغماء الناتج عن الhyperactive carotid sinus reflex. ايش هي الكاروتيد ساينس ريفلكس؟ وينكم موجود كاروتيد ساينس يا شباب يا بنات؟ موجود فين؟ في الاورطه. موجود في ليش؟ في الشريان الاورطه، في الشريان قصدي. لما تعسف الكاروتيد ساينس موجود وين؟ الشرايين اللي بتطلع هذه من الرقبه وبتروح على المخ، اللي فيه شريانين رايت كاروتيد ولفت كاروتيد في الرقبه. هذه الشرايين في قبل ما تصل الشريان لا المخ، في حاله هي ساينس في صمام، هذا بيشتغل ليش؟ بيشتغل الاتروبين على الساينس وبمنع الهايبر اكتيف كاردييك ساينس ريفلكس. يبقى الكاردييك ساينس المنطقه الواسعه من الشريان كاردييك ارتري، وفيها كم كاردييك ارتري؟ في اثنين في الرقبه على جانبين الرقبة، على اليمين وعلى الشمال، ليفت كاروتيد ورايت كاروتيد. منطقة الساينس هذه أوسع منطقة في اللي هو الشريان في الكاروتيد، وهذه موجود يعني قبل ما يصل الشريان للمخ، وهذه بتتحكم في ايش؟ في اللي هو الضغط الشرياني، ضغط الدم اللي رايح على وين؟ المخ، لأنه فيها ريسبتورز. يبقى كاروتيد ساينس ريفلكس ريفلكس اريا of the carotid artery consisting of baroreceptor which monitor blood pressure
او ريجوليت بلد براشر اللي بتنظم ايش الضغط الدم اللي رايح على المخ. وقلنا وين موجود الكود ساينس وين موجود. طيب ريت listening degree of atrioventricular block when increasing vagal tone is a factor some cases due to digitalis. يعني له دور في له اهميه في الريت listening the degree بقلل من مخاطر اللي هو البلوك اثير بتقول بلوك سواء فيز ديجري سكند ديجري او ثيرد ديجري بقلل من مخاطر او الاصابه بالاثير بتقول بلوك وين انكريز فيجل تون. يعني لو بزيد قوه النشاط العصبي الحار ممكن يؤدي الى ايش هارت بلوك او اثير بتقول بلوك فهو بيشتغل على هيك بقلل من اللي هو انه فرصه الاصابه بالاثير وحدوث الاثير بتقول بلوك او الناتج عن اللي هو زياده الديجيتاليز في الجسم الاثير فنتركولار بلوك الناتج عن زياده الديجيتاليز في الدم. ريليف اوف بايروس بازم ايوه بيستخدم المغص بيقلل من ايش بيعمل ريلاكسيشن بيعمل استرخاء لعضله البايلوراس. ايش البايلوراس الجزء الثالث من المعده. المعده هي تكون ثلاث اجزاء فاندس بادي بايلوراس فهو بيقلل من المغص وانقباض البايلوراس. هايبر ديستونستي بيقلل من زيادة اللي هو حركة المعدة وانقباضها. هايبر ديستونستي اوف ذا سمول انتستين اند هايبر موتيليتي اوف ذا كولون وبرضه زيادة حركة الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة. واللي بياخذ اتروبين بتلاقي ريقه ناشف ها دير بالك لانه بقلل ايش من الصلايفيشن من الافرازات من السكريشنز يبقى بقلل او بخفف من البايلوروسبازم بخفف من الهايبر تونستي اوف ذا سمول انتستين بخفف من الهايبر موتيليتي اوف ذا كولون ريلاكسيشن اوف ذا سبازم اوف ذا بليري بيعمل استرخاء لتقلص انقباض الجهاز المراري او يوريترال كولف المغص اللي هو الحالب اند برونكو سبازم وتقلص الشعب الهوائيه. يبقى ريلاكسيشن اوف سبازم بيشتغل على التقلصات والانقباضات تبعت الجهاز المراره والترال كوليك اند برونكو سبازم. يبقى بنعطى الاتروبيا للناس اللي بيجيك عند ايش عند مغص مراري بنعطى للناس اللي بيجي وعنده مغص من حصاوي حصوه في الحالب تمام. نستكمل indications control of crying and laughing episodes in patients with brain lesions بيكمل من اعراض اللي هو المشاكل في المخ الامراض في المخ وبعض الامراض في المخ بتلاقي الواحد ايش بصير يضحك بدون سبب وبصير يصرخ بدون سبب فهذا ايش بعطوه مشان يقلل من هذه الاعراض. control of crying and laughing episodes in patients with brain lesions relaxation of the tone of the trouser muscle of the urinary bladder بيعمل استرخاء في العضلة التروسر المصل. وين التروسر المصل هذا موجود يا شباب يا بنات ها relaxation of the tone of the trouser muscle of the urinary bladder في المثانة the treatment of urinary tract disorders في علاج مشاكل اللي هو التبول. يبقى التروسر المصل موجود سموث مصل فاند ان ذا وول اوف ذا بلادر موجود هذه في وين في المثانه. اف ات ريلاكس لما بتسترخي هذه العضله اللي بقدر تستور يورين لما بتسترخي العضله هذه المثانه بتحافظ على البول اللي فيها تمام تخزن البول لكن لما بتنقبض تنطلق المثانه وبليش وبهذا بيؤدي الى التبول. يبقى استرخاء التروسر مصل بيعمل ستور اليورين لكن انقباضها بيعمل ريليزنج لليورين. تريتمنت اوف كلوزد هيد انجريز بيساعد تريتمنت اوف كلوزد هيد
انجلز يعني بيساعد في علاج اللي هو الصدمات او الكدمات او اصابات الراس اللي الناتجه عن ها اللي بنتج عنها ايش الاسيتالكولين ريليز بزيد الاسيتالكولين لو بتكون الاسيتالكولين يزيد يبقى بزيد اللي هو الترانس هو ترانس متر فور نيرز امبلسز ناقل المنافذ العصبيه فبزيد ايش الاسيتالكولين يبقى الاصابات الراس بتزيد الاسيتالكولين هو عاد ايش بشرع الاسيتالكولين بقلل من نشاط الاسيتالكولين treatment of closed head injuries that cause acetylcholine release into CSF and EEG في CSF تلاقي زيادة وهذا بنعكس على ايش بصير تغيرات في تخطيط الدماغ الEEG مش الECG يبقى بقلل من زيادة افراز الاسيتالكولين في الجهاز في السائل اللي هو اللي حوالين النخاع الحبل الشوكي اللي هو CSF وبتلاحظ عن ذلك خلل في تخطيط الدماغ ستوبر بصير عندي ايش ستوبر نيورولوجيك ساينز واعراض نيورولوجيك ساينز التريتمنت الاكسيشن اوف يوتراين هايبرتونيسيتي بيعمل استرخاء لعضلة اللي هو عضلة الرحم relaxation of uterine hypertonicity management of peptic ulcer يستخدم في علاج القرحة المعدة طيب what are the contraindications وصلنا عند وين احنا كونترا انديكيشن وات ار ذا كونترا انديكيشنز اند كوشنز كونترا انديكيتد نستكمل الانديكيشنز معلش نستكمل الانديكيشنز هذه كثر كنترول اوف رينوريا او اكيوت راينايتس او هي فيفر بقلل من اللي هو الرينوريا لو زياده افراز المخاط في حاله الرشح والهي فيفر اللي هم حمى القش اللي هي هذه اللي هو الراينايتس معناها الراينايتس دو الناتج عن حساسية بسموه فيه يبقى قلة الافرازات تقليل الافرازات الناتجة المخاط والبرابير الناتجة عن اللي هو التهاب الانف والهيفيبر انت دكتور الاكسترنال كارديك مساج فور كارديو باسكر كولابس يستخدم الكارديك مساج انت دكتور الاكسترنال كارديك مساج فور كارديو باسكر كولابس from overdose of parasympathomimetic cholinergic drugs يبقى بيستخدم انتيدوت لايش هذا قلنا باسمباثوليتك يبقى انتيدوت للباسمباثومايميتك يبقى انتيدوت لمين للباسمباثومايميتك للكولينرجيك درجز سؤال امتحان في المزار الشامل اتروبين انتيدوت للباسمباثومايميتك درجز يعني واحد بياخذ جرعه كبيره من الادويه تبعت السمباثومايميتك وبيعمل عنده مشكله في القلب كارديوفاسكولار كولابس بعطوا له ايش اتروبين انت دوت فور مضاد لمين فانت فور بوزينج باي سيرتن سبيسز اوف مشروم مضاد للتسمم ببعض انواع الفطريات للاورجانوفوسفورس بوزينج دواء الشجر الباراسيون بوزينج او اورجانوفوسفورس بوزينج او باراسيون بوزينج والباسيون بويزنينج ديروا بالكم في الاطفال اخذته انه بيمتص من خلال الجلد وبالتالي واحد اللي بيجي يشرب دواء شجر بدك تعمل له حمام وتعطي له بركه اكسجين وتفتح له وتحط له كانيله وتعطي له اتروبين بالتدريج لحد قديش بنعطيه اتروبين في الامتحان في المزايا ولا في الشامل بنعطيه اتروبين لحد ما يصير توسع لبب العين لحد ما يصير ايش كومبليت دايلاتيشن اوف ذا بيوبلز يبقى انت الاتروبين انت قلت ليش للسمباثو الباسمباثو مايميتك وانت قلت ليش لبعض انواع المشروم الفطريه الفطر وبيوض ليش للاورجان فوسفورس بوزنج او باراثيون بوزنج كونترا انديكيشنز كونترا انديكيشنز فور هايبر سنسيتيفيتي اند تو انتيكولينرجيك درجز
الكونترا انديكيت في حاله ايش الهاي سنسيتيفيتي انتيكولينرجيك بتقدرش تتابعين معاي. انا لازلت في صفحه 100 بدينا 106 107 لقيت وين احنا في 100 وقديش 100 لنهايه 107 سيستميك ادمنستريشن كونترا انديكيشن احنا تحت عنوان الكونترا ايش انديكيشن زي اي دواء ثاني ممنوع اعطاه في حاله الحاسيه الكونترا انديكيت ويز هايبر سنسيتيفيتي تو انتيكولينرجيك دراج سيستميك ادمنستريشن سيستميك ادمنستريشن ممنوع اعطاه في الحالات الاتيه في الوريد كونترا انديكيت ويز جلوكوما ممنوع اعطاه في حاله المي الزرقاء اللي هي اسمها جلوكوما اللي هي زياده ضغط العين احنا بالبلد بنقول مي زرقاء لكن علمي بنقول زياده الضغط في العين يبقى ممنوع اطافه الجلوكوما ممنوع اطافه الادهيجنز بتوين ايرس اند لينز لما يكون في التصاق بين الايرس واللينز الايرس اللي هذا اللي دور لو بيسترخي بوسع ببو العين مع اللينز اخذته في الاناتومي يبقى ممكن في ادهيجنز بتوين ايرس اند لينز ستينوزنج بيبتك انصر بتكون بيبتك انصر اللي هو ايش صار فيها ستينوز صار فيها انكماش كتير بولي بايلورو دودينال اوبستراكشن يصير في اوبستراكشن في البايلورو دودينال في مضغه البايلورس وبعد دودينال لما يصير في انسداد ما بيقدر يعطي الاتروبين باريتيك الياس شلل الامعاء انتستينال اتوني ارتخاء الامعاء سيفير اساتيف كولايتس زي وجود اللي هو المرض اللي هو التقرحات في القولون توكسيك ميجاكولون تضخم القولون القولون سيمتوماتيك بروستاتيك هايبرتروفي لما يكون له تضخم البروستاتا في كبار السن مهم عندك تدير بالك عليه ان الفتيل الكبار اللي تضخم البروستاتا لو ياخذ تروبين بلادر نيك اوبستراكشن انسداد اللي هو في رهف منطقه اتصال البلادر المثانه مع اللي هو قناه مجرى البول طيب ممنوع الطاف البرونكيال ازمه هات البرونكيال ازمه فهات السي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز ممنوع طبعا هات الكارديك اريثمياز اللي هو الضفه في القلب تاكيكارديا سرعه النبض ممنوع طبعا مايوكارديال انفيسكيميا جلطه في القلب ممنوع طبعا امبارد ميتابوليك في مشكله في الميتابوليزم ممنوع طبعا في حالات الليفر او الكدني فانكشن امبارد ميتابوليك ليفر او كدني فانكشن ميرسينيا جريفز ايش الميرسينيا جريفز مرض بصير مرض غير معروف بالسبب بصير اللي هو الاطراف فبيعمل ضعف في الاطراف ممنوع الطاقه في حالات وين الميرسينيا جريفز يبقى هذه ممكن يجيبك سؤال ممكن يكون يكسر الصائل التمرين يقول لك what are the indications and contra indications of atropine atropine دواء مهم بدك تعرفه indication and contra indication use cautiously with down syndrome down syndrome مرض اللي هو وراثي برضو نوع طرف الداون ايش down syndrome يقول طبعا حضر في بعض الناس عندهم داون سندروم برين دامج مشكلة في تهتك في أنسجة المخ سباستيسيتي اللي هي تصلب هايبرتنشن اللي عنده هايبرتنشن واللي عنده هايبر ثيرويديزم زيادة في عمل الغدة الدرقية وبرضه يعطب حضر في حالات اللاكتيشن تمام هاي راجع ادراجع وشوف المصطلحات هذه مهمة تعرفها يوم عن يوم بس الامور هي مقبولة عندك في مصطلحات قلنا عنها شنو هي معناها بدأ نقول كل كنت رديش مرة ثانية الجلوكوما عرفش معناها ديجن بتوين ايرس اند لينز قلنا فصرناها ستينوزنج ببتك السر
بولي بايلورو دودينال اوبستراكشن بارالتيك الياس ستال اتوني سيفير اسارتيف كولايتس توكسيك ميجا كولن سيمبتوماتيك بروستاتيك هايبرتروفي بلازرنيك اوبستراكشن برونكيال ازمة سي او بي دي كارديك اريثميس تايكارديا ميوكارديال اسكيميا امبارد ميتابوليك ليفر اور كدني فانكشن ميستينيا جريفز ميستينيا جريفز. وقلنا الماسينيا جريفز اللي هو مرض بديل ضعف العضلات في العين والوجه والبلع عضلات اللي مسؤولة عن البلع يعني مش بيعمل مشكلة يعني قصدي انه مرض يصيب الاعصاب والعضلات وبادي لصعوبة البلع والاسترخاء الجفون وقلة النطق وقل ضعف المشي وحالة داون سندروم يعطى بحضر في حالات الداون سندروم. الداون سندروم يمكن تدرستوه او تخطط فكرة عنه عبارة عن جينيتك ديس اوردر مرض وراثي يكون خلل في الكروموسوم 21 وبيؤدي لتأخر النمو والتخلف العقلي والذهني وهذه بتكون ايش يعني ملامح من ملامح وجهه يظهر عنده داون سندروم. سباستيسيتي ايش معنى سباستيسيتي؟ قلنا تيبس العضلات هايبرتنشن هايبرثيرويديزم لاكتيشن هذا تعتبر حضرتك. طيب اوفثالميك سوليوشن ممنوع تاخذ قطره العين الاتروبين في حاله الجلوكوما اور تندنسي تو جلوكوما ممنوع تاخذ قطره الاتروبين اذا كان عند المريض مي زرقاء او زياده ضغط العين او ممكن يصير عنده يعني في عنده خطر الاصابه بايش بالجلوكوما او زياده ضغط العين. الدوس قلنا ما لناش فيها لكن من 4 من 10 إلى 6 من 10 ملي جرام بنعطى بالفم بنعطى بالعضل بنعطى بالوريد بنعطى سبيكوتينس. طيب انت دوت فيش انت دوت قلنا ايوه قولوا معاي انت دوت لحياه بعض الحالات اللي هو السمباز الباص سمبازو ايش باسمباثو ايش ممنوع انت دوت ليش بارا سمباثو ماي ميتيك درانس انت دوت للمشروم بعض انواع المشروم الفطر وانت دوت للقالو فوسفورس كومباوند هذا هي فور بوزنج دو تو كولينستريز انهبيتور انسكتسايدز اللي هو المبيدات الحشريه اللي هو الاورجانوفوسفورس يبقى مضاد للتسمم مفعول بعض مفعول ضد مفعول اللي هو تاثير التسمم الناتج عن المبيدات الحشريه جيف لارج دوز اوف اتليست 2 تو 3 ملي جرام بارنترالي بنعطى اللي هو بالوريد. اجاك واحد عنده تسمم من دواء الشجر تحط له كانيول تعطيه 2 إلى 3 ملي جرام وهذا بالك انت تعطيه كل شويه اتروبين لحد اعراض التوكسيس تبعت اللي هو سميه اللي هو دواء الشجره تروح وهذا علامتها ايش؟ اتساع بب العين احمرار الوجه اتساع بب العين فالرابط طيب مشروم بوزنينج المشروم بوزنينج جيف اندوس سفجن تو كنترول باراسمباثيك ساينز بفور كوما اند كارديوسكور لابس نعطيه للمريض اللي عنده تسمم سواء من المشروب او سواء من دواء الشجر انسكتسايد مشان المريض ما يصيرش عنده كوما وما يصيرش عنده كارديو فاسكولار كولابس. انترفيل اوتو انجكتور بروفايس رابيد ادمنستريشن اوتو انجكتور اللي هو بعطيه الاوتو انجكتور يعني انت تحط اللي هو المحلول في اتروبين وعلى منظم على اللي هو ايش منظم المحلول هذا ايش بعطيك بعمل رابيد ادمنستريشن ادفيرس افكت اوف اتروبين بلرنج اوف فيجن اسي ناس بلرنج اوف فيجن تقرا على السريع لانه كلها يعني بعضها انت مألوف لك وعارفها واللي ما خدناهاش قبل هيك بقول لك عنها بلرنج اوف فيجن عارف عارف ايش معنى بلرنج اوف فيجن اللي هو تغلف العينين مايدريزز ايش معنى مايدريزز اتساع بب العين كثير اتساع بب العين سايكلوبليجيا ايش معنى سايكلوبليجيا باراليسيس اوف ذا سيلياري ماسل اوف ذا اي resulting in loss of accommodation and with accompanying اللي هو نتيجة لإعطاء الأتروبين بصير قلنا الاتساع كتير في بب العين وهذا بأثر على اللي هو السيلياري المصل اللي يعني بصير بتسع بب العين وهات بعد هيك يسلكها يمكن يصير البب ظل ايش متسع ويصير بعد مدة يصير يرجع ايش لطبيعته. فوتوفوبيا ايش معنى فوتوفوبيا يا شباب؟ خوف من الضوء انكريس انترا اوكيولار بريشر زياده الضغط اللي ضغط داخل العين انترا اوكيولار ايش؟ بريشر هيديك مش قلنا ممنوع اعطاه
فهذا اللكومة اللي زياد ضغط العين يبقى بيعمل اللي هو ايش من الاعراض الجانبية زياد ضغط العين هدف فلاشينج احمرار نيرفسنس بنرفز وخاصة الطفل يشوف اللي بصير عنده تسوم من دواء الشجر من كثرة الاتروبين بصير يخربط وبصير ايش يصير الرتب ولا بصير يعني غلباوي ومدلع وصرخ وكاتل وعصبي ويكنس ديزنس انسومنيا قلق منتل كونفيوجن معك اورجزايتمنت منتل كونفيوجن اورجزايتمنت ايش معنى انزايتمنت معناها ومنتل كونفيوجن المريض لا يستطيع التفكير في المعتاد بكل قدرته على معرفة الناس ها بظهر تصير يعني بصير ايش يعني في ناس ما يعرفهمش ومعرفة الاماكن ومعرفة الوقت والتاريخ اللي وقت اتروبين قديش الساعة قلت ما يعرفش ايش احنا الظهر ولا العصر ولا المغرب ها ايش اليوم طب احنا وين موجودين يمكن ما يعرفش يقول لك ولا في المستشفى يقول شنو في المستشفى يبقى انت confusion or excitement after even small dose elderly وخاصة كبار السن لما ياخذ جرعات نزل congestion احتقان الانف طيب ايش تأثيره على الكارديوفاسكولار اكيد المصطلحات عارفينها بالبتيشن بحس قلبه بدق براديكارديا تاكيكارديا البراديكارديا في اللو دوسز والتاكيكارديا في الهاي دوسز طيب ايش تأثيره على الجاستروانتستاينال دراي ماوس قلنا مش قلنا بلاش في الريق جاي في اللسان التر تيست بيرسبشن التر تيست بيرسبشن ايش بصير يعني مشكلة في التذوق بطل هيك بحس بطعم الاكل بدار كما كانت العادي نوزيا فومتنج دسفيجيا ايش معنى دسفيجيا بسلامتكم معنى صعوبة في البلع difficulty in swallowing heart burn constipation مساك bloated feeling بحس بطنه منفوخ انفاخ اللي هو تجمع الغازات في البطن وهذا منتج عنه ألم في البطن مش مرتاح من بطنه طيب urinary bloated feeling بحس عنده انفاخ paralytic ileus شلل وضعف الأمعاء gastroesophageal reflux عارفين ايش معناها انه العضلة اللي بين الاسوفاجس وبين المعدة بتكون هذه ضعيفة بتنقبضش فالاكل بقايا الاكل بترجع مرة تانية ومش يقولك الاكل طالع في بطلع على زوري هذا اللي هو gastroesophageal reflux خاصة لما ينام على ظهره طيب ايش تأثيره على الجينيتو يورناري يورناري هيستنسي ايش معنى يورناري هيستنسي اعرفها شاطر شاطرة هذه الصعوبة في بداية التبول قد يكون سبب نجد عن تضخم في البروستاتا عند الذكور او ضيق فتحة قناة مجرى البول عند الاناث يبقى هذا ايش معنى يورناري هيستنسي صعوبة في بداية التبول ناتج عن تضخم قد يكون ناتج عن تضخم في البروستاتا في الذكور طب في الاناث فيش بروستاتا مش تقول لك والله قديش الناس بتبني بروستاتا خلاص صار بروستاتا في الذكور الناس يقول لي والله في الاناث الاستاذ لسه فيش عندها بروستاتا فناتج ممكن يكون ناتج الهستنسي عن تضخم في البروستاتا عند الذكور وضيق في فتحة قناة مجرى البول عند النساء او توتر نفسي او توتر نفسي او الاعراض الجانبية الاتروبية هذا ايش اسباب اليورينري ريزيستنس يورينري ريتينشن احتباس البول امبوتنس ضعف الجنس اضر في مشاكل اخرى اللي هو ادفيرس افكت اللي هو ديكريزد سويتنج من الاعراض الجانبية بيقل العرق and predisposition to heat prostration ممكن هذا يكون اللي هو عامل من العوامل اللي هو انه بحس جلده ايش حامي predisposition to heat prostration تمام ما بتنزلش الحرارة وهذا ممكن يؤدي الى collapse and death خاصة عند كبار السن طيب بيبقى decreased sweating and predisposition to heat prostration suppression of لاكتيشن بقلل من ايش من ادرار الحليب ايش الناس consideration have patient void before taking medication if urinary retention is a problem يعني مشان احنا في اي صفحة يا شباب يا بنات صح صحيحين احنا في اي صفحة صفحة قديش 108 109 اخر 108 هاب بيشن فويد المريض ده تعطيه اتروبين مشان يصير عنده احتباس في البول وصعوبة في بداية التبول بتقول له روح على الحمام يبقى هاب بيشن فويد بفور تيكينج ميديكيشن قبل ما تبدا الدواء قول له روح على الحمام ايش يعني فرغ بول اف يور اتنشن از ا بروبلم تيك از بريسكرايب
تنعطى حسب ايش كما هو موصوف 3 minutes before meals 30 حبوب تنعطى قبل الاكل بنص ساعه. Avoid excessive dosage تجنب الجرعات الكبيره. Avoid hot environment تجنب اللي هو البيئه الحاره. مش قلنا ان الانسان بصير يتحمل ايش بصير جسمه حامي مع الاتروبين فتجنب جسمه حامي بيحطوا منطقه حامله يبقى تجنب البيئه ايش البيئه اللي الجو فيها حار. Avoid hot environment you will be heat intolerant and dangerous reaction myocair انت ما تقدرش تتحمل اللي هو الحراره الكتير وهذا ممكن قلنا بيعمل كولابس وبيعمل ديس خاصه عند كبار السن. صفحه 109 ايوه. You may experience three side effects ممكن يصير عنده اعراض جانبيه اللي احنا حكينا فيها قبل هيك dizziness confusion use caution driving or performing hazardous تاسك بنعطى بحضر الناس اللي بالسواقين واللي بقوم بممارسه اللي هو مهام صعبه. كونستيبيشن بصير عنده كونستيبيشن وشور اديك وتفلود انتيك الناس اللي عندهم بصير الاعراض الجانبيه كونستيبيشن ايش نعمل لهم؟ ها قلنا من الاعراض الجانبيه يصير ديزنس وكونفيوجن مشان هيك الناس اللي سواقين واللي بمارس اعمال صعبه وخطيره ممنوع ياخذ الاتروبين يدير بالك منه خليه قاعد ما تخلوش يسوق ما تخلوش يشتغل الاشغال هذه اللي هو اللي هو خطيره. طيب لو صار عندك كونستيبيشن ايش نعطيه؟ طبعا هذا موضوع الكونستيبيشن موضوع كبير اكيد راح تاخذوه في الميديكال سيرجيكال بتعطيه اديكوت فلويد انتيك تعطيه سوائل بيشرب سوائل كثير بروبر ضيق وتغذيه جيده وكثير اشياء لعلاج الكونستيبيشن احنا مش مجالكم في الامراض في الميديكال سيرجيكال بتاخذوه. دراي ماوث طيب دراي ماوث ايش علاجه من اعراض جانبيه من كلها في اللسان وفي الفم ايش اعراضه؟ انه ياخذ حلو ما فيش فيه سكر كثير اللي هو حبوب مص اللي بمصوها مص زي الستريبسلز هذه اللي بتفتح الزور وبتطهر الفم. فريكوينت ماوث كير عنايه بالفم يهل ميبي ترانزيانت هذا الكلام كله ممكن يكون مرحلي. طيب لارد فيجن من الاعراض الجانبيه تغلف العين سنسيتيفيتي تو لايت اللي هو حساسيه للضوء ريفيرسبل يعني هو كان ممكن يرجع لطبيعته بعد ما ايش الاوتروبين يخلص اللي هو ينتهي مفعول الاوتروبين. افويد تاسك ذات ريكوير كيوت فيجن تجنب ما كونه بيعمل كل واحد عنده حساسيه للضوء يبقى تجنب المريض تجنب انه يمارس مهام بدها ايش قوه نظر. افويد تاسك ذات ريكوير كيوت فيجن وير صن جلاسز ان برايت لايت استخدم نظارات الشمس لحمايه من الشمس ومن الضوء في الضوء الساطع. امبوتنس ممكن يصير عنده ضعف جنسي لكن هذا ريفيرسبل لما يخلص الاتروبين مفعوله ترجع قدرات الجنسيه كل معتاد. ديفيكولتي ان يورينيشن مش صعوبه التبول قول له مالك ايش تقول له روح على الحمام امتي ذا بلدر براير تو تيكينج دراج فض المثاني قبل ما نبدا اعطيك الاتروبين. ريبورت راش اخر شيء اخر فقره تحت ريبورت صفحه 109 ريبورت راش شوف دير بالك تحت المريض صار عنده فلاشينج اي بين الم في العين ديفيكولتي بريثنج صعوبه في التنفس ترومرز لوس اوف كوردينيشن ضعف التناسق والانسجام بين المنبه وبين الحركه الريكولار هارت بيت اللي هو عدم انتظام ضربات القلب بالبيتيشن هيدك ابدومينال تستنشن هلوسينيشن وقلنا هلوسينيشن معناها قبل هيك سيفير اور بريزستنت دراي ماوث يعني جفاف كثير في الفم ديفيكولت سوالوينج اللي هو صعوبه في البلع ديفيكولت ان يورينيشن صعوبه في التبول كونستيبيشن مساك سنسيتيفيتي تو لايت هذه كلها يا سياده الممرض بدك تلاحظ المريض اللي باخذ اتروبين تلاحظوا الاشياء هذه. شكرا لكم والى اللقاء في نوع اخر من انواع الادويه احنا حنحضرنا ماشي معكم لاخر الفصل في قديش احنا بنشرح ادويه مشان خاطركم ومشان ضروري جدا للممرض ان نكون على درايه واسعه الادويه لكن مشان احنا نتساوى مع الناس مع زملائكم في رفح ضايع نشرح الابوبرازول نشرح الانسولين لكن انا حستمر في شرح كل شيء بشعر انه لازم لكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.